يا سيدي السلام، شوفوا شكون جا حدايا البيتزاريا هنا. صدق ولا تصدق، السيد اللي حرق بالكاياك عنده قداش عامين التالي حرق بالكاياك وبط وقت طلبتوه الناس كل فهمتي اللي غاليك بعد حرقت جبل الجلود. جيني ما عقلتوش انا فهمتني، قال لي ذكرتك بعث لي الفيديو نتاعو ذكرته فهمتني، اخزي كيفاش الدنيا صغيره. تو نلقاه في بلجيكا وجاي ياكل بحذايا في كعبه بيتزا هاو، ياكل فيها بالطن زاده هايكا بالطن خويا العزيز، وهذيا كات فرماج فهمتني، والبصل هاوكا طن والبصل. يا سيدي هذايا قل لي كيفاش حرق؟ حرق بكاسكروت لوبي عطته له امه، خذاه بخاطرها وفي الاخر رجع وكلال كاسكروت اللوبيا شويه زرير ما عند بني غلال حي نص صحيت، وحرق بثلاثه ملايين. ثلاثه ملايين قلت له كيفاش خويا ريسكيت؟ كيفاش ريسكيت خويا؟ احكي لهم انت تكلم تكلم. ربي سبحانه كي يكتب عمر جديد للانسان، لكن ننصح الناس ما يطيشوش رواحهم في اي حرقه مع اللي يجي، وفما وقت فيه خروج فما حساب، وقبل ما تطيش روحك في الماء احسب حسابك مليح وربي يستر الناس الكل. ما تاكلوش توا اللي ياكلوك باين. بسم الله الرحمن الرحيم. هبا بيتزا في ليال. هاك رجع. اسمعني وش بيك، قلت لي قبليك كلمه ونحن وحدنا من غير فيديو، قلت لي صاحبي استحشت العزوزه وقلقت ونحب نروح. كيفاش بعد ما خاطرت هكا وعملت الريسك وتوا تحب تروح؟ هذه فسرها لي. هو في العياد واحد توحش امه وتوحش داره وتوحش فاميلته، سي نورمال. مش تحس روحك من غير وراق في الغربه؟ عندي الاوراق. باهي. اي نعرف ربع. نعرف. ما عندناش وراق الشارع و كيفاش كيفاش عاد الجيتون اللي قديته هذاك؟ سكنت 3 شهور في الشارع في جيتون في بلجيكا، والشارع هو خطر صافي. قبل ما تجي المهم ننصح الناس باش ما يتسرعوش، قبل ما تجي تعلم صنعة. صنعة حط في راسك صنعة. دهان ميكانسيان حداد اللي تحب انت. صنعة متاحة في تونس، وأي إنسان صناعي تمشي باش تخدم عنده راهو يقبلك، مستحيل واحد يراجعك. ننصح الناس تعلموا صنعة وربي يستر الناس الكل. هاوك سيدي يعطيكم نصيحة، سلم عليكم، أنت تحب تسلم عليهم ولا لا؟ أوكي. هذه يا سيدي نصيحة مع السيد، شفت الدنيا مصغرها، يعني أعمل الخير وانساه. هبطت الفيديو بتاع الكاياك، جاني حتى للبيتزارية، فهمتني؟ مشي وكلاب حذاك على بيتزا وقال لي ذكرتني، قلت له والله ما ذكرتني محمد، لا ذكرتني. أخسر الدنيا مصغرها، فهمتني؟ هذه حبيت نوريك شو كيفاش. قلت له يا صاحبي كيفاش غادي؟ قال لي خويا راهو تياب وتياب. انا تياب صاحبي، قلت له فهمتني، تصور انت معناتها تخرج بكاياك واحد وحدك فهمتني، وكيفاش هذه؟ قال لي خويا ونورمال وعم نعاود، قال لي ونعاود نرجع هكاك نفس الحكايه. قلت له هذيك ربي ورضيت الوالدين، وعمر تكتب لك جديد خويا العزيز هكا هو. وحبيت نوصلكم هذه اللي قلت لكم، دنيا صغيره قد عندها عامين اللي هبط له الفيديو نتاعو، جا اليوم كلاب حذاك عبد الفيزا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.